السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أحلام تيفي. أخواتي، غادي نشارك معكم إن شاء الله الكاب كيك في الكسكاس، آخر صيحات الكاب كيك بشكلها الجديد والمبتكر. تجيو على هذا الشكل الجميل ما شاء الله، كيجيو صراحة إسفنجيين قطنيين، كيجيو على شكل لي جينواز. أنا كنصح كل أخت كدير لي كاب كيك في الفران تستغنى تماما على الفران وتبقى ديرهم في الكسكاس، لأن غيجي كيجيب واحد الشكل هو مختلف تماما، واحد الشكل اللي هو مويلو، خصوصا اللي درنا فيهم هكا الشكلات من الداخل، يعني كيجيو بحال شكل فوندو، كيجيو والله العظيم بحال البونج، بحال البونج تماما، تيجيو بزاف هشاش. فنتمنى ان شاء الله البنات يعجبوكم، واكيد اكيد غادي يعجبوكم. بقاو معايا حتى الاخير الفيديو ان شاء الله باش تعرفوا الطرق، يعني جميع الطرق والنصائح النجاح ان شاء الله هاد لي كاب كيك. فهنا اخواتي، بعد ما كنزول لهم الورق ديال هاد لي غوبلي، هما نورمالمون كيديروا في هاد لي غوبلي نقدروا نديروا حتى الكيك العادي. فشوفوا ما شاء الله كيجيو بحال الشكل ديال لي بو، رائعين رائعين. هاك الحفلات عيد الميلاد او حتى نفرحوا بمولداتنا، يعني بلا حفلات، فكيجيو هائلين البنات، هائلين. انا صراحه عجبوني بزاف، وغادي نستغنى على الفران في عمل كاب كيك. منها كتربحي الفران كديري فيه حوايج اخرى، منها يعني وكيوجدوا بسرعه، كيوجدوا البنات في 20 دقيقه تيكونوا واجدين. شوفوا ما شاء الله الشكل ديالهم. فنتمنى اخواتي الفيديو اليوم يعجبكم. بسم الله على بركة الله. فبالنسبة للمكونات، فهنا اخواتي كيف ما كتشوفوا، فغادي نحتاج هاد لي غوبلي او لهاد الكؤوس الورقية اللي كنستعملوهم للقهوة. هادو نقدروا نديرو في بلاصتهم يعني الفنجانات ديال القهوة ديال الزاج او البورسولين. كذلك عندي جبيضات، عندي كذلك تقريبا كاس لاروب الحليب دافي غادي ندير فيه الكاكاو او النسكويك، عندي تقريبا نص كاس ديال الزيت، وعندي كذلك كاس لاروب ديال سنيدة. ما نساوش ان الكاكاو تيكون حلو، يعني ما نكثروش. وبالنسبه لهنا عندي 250 غرام ديال الدقيق، دائما انا هي اللي كتدخل ليا في الكيك. فعندي كذلك واحد الكاكاو، جوج خمارات، واحد الخماره عفوا واحد الساشي ديال الفاني. والكاكاو دائما باش كنوازن الذوق، يعني ما كيبقاش عندي الكيك حلو بزاف. فهنا اخواتي خديت كاس الحليب، يعني كاس لاروب تقريبا ما عامرش، ضفت ليه ثلاثه المعالق كبار ديال الكاكاو او النسكويك. النكهه ديالو صراحه رائعه البنات، رائعه هاد النسكويك. فيعني من غير ان نعطيو الوليدات مع الحليب، فكديروا هكا في هذه الوصفات بحال في الكلاص، يعني في الفيديو السابق تقدروا ترجعوا لي اخواتي، تيجي رائع في الكلاص، رائع فريمون، كيجي واحد النكهه رائعه. هنا كذلك عندي اخواتي لي باطونات ديال الشوكولات، فغادي نحشي بهم هاد لي ميني كيك، فكيجيو صراحه هما زوينين وكيجيو فوندو هكا. هنا بالنسبه للطريقه، فاول حاجه بسم الله على بركه الله غادي نوضع البيض. فهنا الكسكس ديالي صغير، هز ليا غير 9 عود، فالا كانوا 12 لا يهزلك 12 كالكسكس كبير، فمن الاحسن ديري ثلاثه البيضات. انا حتى درت ثلاثه ومن بعد نقصتهم. هنا الملح شويه، دقيقه الملح البنات ضروري الملح، يعني في الكيك هو كيوازن لينا الذوق. وعندي كاس لاروب ديال سنيده، نقدروا نستعملوا سكر كلاصي. ديجا كنت درت معكم واحد الكيك بسكر كلاصي البنات في الفوغ دالوجين سيكلونيك، يعني فاش كنت درت التجربه ديالي فيه، ف درتو بسكر كلاصي، فكيجي فيه صراحه رائع، كيجي كيخليه كيتفرقع من الفوق، وكيجي صراحه بواحد يعني بواحد القوام زوين. فهنا اخواتي بعد ما وضعت البيض الفاني والسكر، فغادي نطربهم، نخليهم يطربوا شويه. هنايا الكسكس ديالي وجدته، درت فيه تقريبا نص ديالو عمرته بالماء وخليته هكا كيسخن على عافيه اللي هي مهيله بزاف، يعني ضروري نوجدوا الكسكس ديالنا من قبل. صافي بيد ما طرب ليا البيض والمكونات اللي ضفت مع اخواتي، فالان ان شاء الله غادي نضيف هاد الكاس لاروب ديال نسكويك والحليب، غادي نضيفو دفعه واحده وغادي نخليه يتحرك. وكذلك غادي نضيف مع هاد الساشيه الكاكاو، نقدروا الا بغينا الكيك يجينا مثلا يعني اسود قاتم، فنكثروا نديروا الكاكاو ديال ديال العبار، اولا نزيدو ساشيه واحده اخرى، يعني على حساب الرغبه الا بغينا الكيك يجينا قاتم في اللون ديالو. من بعد اخواتي كنضيف الزيت، الزيت الطريقه المعروفه، فبشويه بشويه حتى كيدخل معنا الزيت كامل. وصافي كنخلي المكونات كتطرب، يعني الطريقه العاديه لعمل الكاب كيك. انا صراحه ما كنستغناش على هذا الطراب الكهربائي، اولا هو البلندر الطراب الكهربائي، فما كنستغناش عليه صراحه في عمل الكيك، لانه بسرعه
بسرعه يعني كيوجدوا ليا سوا الكيك سوا الكب كيك. هنا بالنسبه للمكونات الاولى فوضعتها هنايا في واحد جبانيه ولا البول ولا وضعتها بيد ما ان شاء الله نوضع الدقيق. فهنا اخواتي كيف ما ذكرت الكميه ديال الدقيق تندخلها كامله، يعني كنكون عابره هاد الزلافه تقريبا كتهز ليا 250 غرام. فكنوضع الدقيق ديالي، دفعت وضعت الدفعه الاولى، غادي نضيف كذلك الخمارات، غادي نضيف كذلك الخمارات. ف خاصني نغربلهم ضروري لان كيكونوا شويه بعض المرات دابا مع الرطوبه وداكشي كيكونوا داروا واحد الحبيبات، دوك الحبيبات ما كيطربوش لينا في الكيك، تيبقاو هكا كباينين بيضين يعني ما كيجيكش الشكل ديالهم تناسق. فضروري البنات خاصنا نطربو عفوا نغربلوهم. شوفوا هذوك الحبيبات اللي كيتكونوا يعني كيكونوا بحال حجرات صغار، فحتى هما كنغربلوهم يعني هكا باش كيدخل تماما وتيكون متناسق مع الدقيق. فكنستمر اخواتي كنستمر في التطراب حتى يعني كنعطيني القوام ديال الكيك، ولكن مازال ما ضفتش الكميه الاخرى، ضروري خصني نبقى نشوف هكا مره يعني واخا كنقولوا معبوره ولكن ضروري عينك ميزانك. فانا ضفت نضيف هاد شويه وما نساوش واحد القضيه اخواتي، فبالنسبه للخليط ديال الكاب كيك فتيكون ثقيل نوعا ما على الخليط ديال الكيك. الخليط ديال الكيك سنحرصوا انه تيكون خليط متماسك وشويه جاري شويه، ولكن الخليط ديال الكاب كيك فضروري خاصو يجي متماسك ويجي ثقيل اثقل من الخليط ديال الكيك. فواخا هذا هو الخليط الكيك تقريبا هكا تيكون. انا غادي نزيد هذاك الشيء اللي بقى ليا ديال الدقيق هنا باش يعطيني خليط اثقل، ان هذه معروفه يعني الخليط ديال الكاب كيك البنات ديما الا درتيه جاري فكيضيع لك فوق دوك سواء درتي هادو سواء درتي دوك الكيسات فكيضيع فوق منهم يعني كيجي جاري حيت هو فيه ساعه كيطيب ماشي بحال الكيك. داكشي علاش خصو يكون اثقل نوعا ما. صافي كنحاول نخلط البنات، مازال ما ضفتش الخل كنت كنضيفو صراحه في الاول، ولكن ملي وليت كنضيفو في الاخر كيجيني صراحه هذا الكيك تيجي زوين. فضفت تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الخل صافي وغادي نخلط. هنا غادي ناخذ هاد لي غوبلي ديالي غادي نوضع فيهم تقريبا ثلاث اربع تقريبا، فغادي نوضع ثلاثه المعالق يعني غادي نخلي غير واحد شويه ما غاديش نعمرهم حتى الفم، غير واحد شويه تقريبا ثلاثه المعالق تيدخلوا معايا تيكونوا عامرين. صافي تقريبا حد هذا الشكل حد هاد القياس البنات يعني ما خصنيش نعمرو بزاف صافي باش نلقى فين يتنفخ، حيت الا عمرناهم بزاف كيكونوا مازالين ما طابوش وكيضيعوا يعني كيضيعوا علينا من فوق الورق. فغادي ندير كوب اخر. راينا البنات هاد لي كاب كيك صراحه بهاد الشكل. انا في اول مره كنت غنجربو ما متردة صراحه، قلت غير غنشوف على الله وصافي صدقوا هي ديك ما صدقوش، مع انني كنت مامنه انهم ما غيصدقوش لان تنقول ديك الكسكاس كيطلق البخار فيه الماء هاد لي غوبلي غيدوبو استسمع، ولكن صدقوا البنات وجاو رائعين. ونزيدكم هاد لي غوبلي كيبقاو في التماسك ديالهم ما كيدوبو ما حتى شي حاجه. هنا البنات وضعت هادوك لي باتوني ديال الشوكولات، نقدروا نديروا اي نوع شوكولات متوفر عندنا يعني باش كيعطيونا هذاك الموالو وسط الكيك ديالنا تيجيو هكا بحال فوندون فكيجيو زوينين صراحه. صافي كنوضعهم على هاد الشكل حتى كنسالي جميع الاكواب اللي عندي صافي. ونقدر نزيد نقدر نخليهم هكا نقدر نزيد انا في لوكا ديالي غادي نضيف لهم الفيرميسيل ديال الشوكولات غادي نضيفو لهم من الفوق هكا الجماليه وصافي. الان البنات الكسكس ديالي ها هو كيف ما شفتوا راه سخن ليا الماء كسكس حتى هو سخون، فغادي نوضع فيه كما قلت لكم انا كسكس ديالي اخواتي صغير فغادي يهز ليا تسعود ديال هاد لي غوبلي، الا كان كسكس كبير راه غيهز حتى ل 12. فغادي نزيدو البيض باش ما يجيناش باش ما يجيوناش يعني حاضرين، حنا نورمالمون حنا خصنا يجيونا
هاد لي كاب كيك جونا طالعين بزاف، كيجيو على شكل لي بو. فكيف ما لاحظتوا اخواتي، فشعلت كسكاس في الاول، درتو على عافيه مهيله، خليته كيطيب وانا كنوجد الكيك ديالي. شوفوا راه تيغلي. من بعد ملي غادي نوضع لي كاب كيك ديالي في الكسكاس، فنفس العافيه ما نقصت ما زدت في الاول اللي خليتها، فغادي نتسنى عليه 20 دقيقه تيكون واجد. ها هو ما شاء الله كيبدا يخرج داك البخار، كتحلي كتلقاي لي كاب كيك ديالك واجدين رائعين رائعين رائعين، ما كيقيسهم لا مال حتى شي حاجه. غير هي نصيحه البنات، حاولوا لي كاب كيك ديالكم اولا هذوك لي غوبلي ما تقيسوهمش نيشان الكسكاس، لان الكسكاس كيكون فيه الماء في الجناوب وكيجيو الكيك كيجيك بحال معجن شويه. فهنا دخلت العود ديال هاد كوردون ولا العود ديال الاسنان، فمجرد ما كيخرج لك الناشف كتعرفي بان لي كاب كيك ديالك واجدين، يعني طابو ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله رائعين تيجيو البنات، رائعين صراحه. تقدروا يعني تزيين تيبقى اختياري، انا كنفضل ندير هادو الشكلاط كيعجبوني، حتى ولادي كيعجبوهم هادو صراحه. وكما ذكرت اخواتي فالطريقه سهله، يعني كتستغنيك تماما على الفران. بالنسبه للاخوات اللي ما كيكونش عندهم الفرن، اولا الفرن مثلا كتحتاجيه في الخبز في بزاف د الحوايج، فهكا صاوبيهم يعني الكوتي اولا هكا الضياف ولا شي حاجه، يعني ساهلين. الكسكاس كنستعملوه نادرا فاش كنستعملوه، يعني من جمعه لجمعه ولا هكا غنبخرو شي حاجه ولا الكسكسو، يعني ديما كيكون واجد. فهادو هما اللي كاب كيك ديالي البنات. شوفوا ما شاء الله كيجيو كيف ما ذكرت سابقا، كيجيو بحال البونش من الداخل، القوام ديالهم هائل. فانا اخواتي غادي نحل معكم واحد قدامكم باش تشوفوا الشكل ديالهم من الداخل. هما ملي كيبردوا راه كيخرجوا تماما، كيخرجوا من سميتو، يعني سي با لابين باش نقطعوه، انا باقي سخانين، داكشي علاش غادي نحل معكم واحد غير باش تشوفوا. يعني واحد القضيه المطر ما دهنا ما حتى شي حاجه لي كاب هادو لي غوبلي. شوفوا ما شاء الله بحال شكل بونج، عرفتوا البنات المذاق ولا القوام ديال الجينواز، قوام ديال الجينواز فاش كيجيو، يعني الجينواز اللي حنا كنضربوا عليه ديك التماره وتنقولوا راه تصدق ولا ما تصدقش، فالقوام ديالهم تيجيو تماما. ما عرفتش واش داك البخار اللي كيعطيهم هذاك الشكل، صراحه تيجيو رائعين البنات. شوفوا ما شاء الله، يعني غير هكا تحطيهم بلا زواق بلا حتى شي حاجه، كيجيو زوينين في المنظر كما ذكرت هكا في حفلات اعياد الميلاد ولا في اي مناسبه. الاشاره البنات انا راني منسيت ما درتش عليهم واحد البابي كويسون من الفوق، يعني الا بغينا القوام ديالهم يبقى ثابت ما يتفرقعوش لينا بحال هكا، نديروا واحد بابي كويسون. انا راني نسيت ما درتوش البنات من الفوق، هو نورمالمون خصو يدار، انا نسيته صراحه. ولكن حتى هذا الشكل عجبني صراحه، من جاوني هكا يعني مفرقعين جاوا زويونين، فضروري البنات ضيفوه. وكذلك كنقدروا نديروا حتى اللي كيك البنات، حتى كنشدوا المول كامل، المول كامل ديالنا تنخشيوه في الطنجره ولا في الكسكاس، عفوا في الكسكاس، يعني كتشدي المول ديالك ديال الكيك اللي غتصاوبيه، بصراحه بحق يكون المول صغير، يعني ما يكون صغير من الكسكاس. كتوضعي فيه الكيك ديالك وكتحطيه عادي وكطيبيه، حتى هو نفس هو غيكون شويه زايد واحد 25 دقيقه، لان ما نساوش انا الكيك تيطلب الوقت على هاد لي كاب كيك. دائما كنعاود ندوز هاد التصاور البنات، يعني باش تاكدوا ان صراحه كيجي القوام ديالهم رائع، نفس الشكل ديالهم بعد ما كنحلهم. شوفوا ما شاء الله، يعني تبارك الله واحد شحال كيعطيك، تبارك الله يعني كيعطيك كميه كبيره. وهذا الكيك البنات، حتى هذا الكيك ديال القهوه والكاكاو، هذا كدرته مسوس الواليد ديالي الله يحفظه، مسوس ودرت فيه نكهه القهوه، يعني بالكاكاو والنكهه ديال القهوه، فحتى هو طيبته في هذا في الكسكاس. شوفوا ما شاء الله، شوفوا القوام البنات كي كيجي، راني واحد الحقيقه اللي هي لا تصدق، حقيقه لا تصدق، يعني كتقولي كيفاش في الكسكاس وغير في الماء وهذه في البخار، يعني كيفاش كيجي الكيك هكا، ولكن ها نتوما كتشوفوا. فكان هذا هو الفيديو اليوم اخواتي، نتمنى ان شاء الله يكون راقكم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. ما تنساونيش اخواتي شاركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، بارطاجيو بارطاجيو، والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.